السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا أن يحمد وكما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. الحمد لله حمد الشاكرين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة والأخوات الفاضلات في مجلس متجدد يجمعني بكم على مائدة كتاب الله تبارك وتعالى في مجالسنا الموسومة بتأملات في آيات، في مجلسنا 80 بعد 500 والألف، وهو المجلس 65 بعد 200 من مجالس زبدة التأويل الأثري من مختارات الإمام الطبري، مع الجزء 82 من الآية 84 في قوله وأنتم تشهدون، من تمام قوله تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، حيث تكلمنا في المجلس السابق عن متممات ميثاق الله تبارك وتعالى التي أخذها على بني إسرائيل في الآية 83، وهي توحيده والإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى القرابة والإحسان إلى اليتامى والمساكين والقول الحسن للناس وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأتبعها في الآية 84 بتأكيد ميثاقه عليهم بأن لا يسفكوا دماءهم ولا يخرجون أنفسهم من ديارهم، وأكد عليهم الإقرار بذلك، وختمها الله عز وجل بهذه الشهادة وأنتم تشهدون. قال أبو جعفر رحمه الله تعالى اختلف أهل التأويل في من خوطب بقوله وأنتم تشهدون. إذن بدأ أبو جعفر رحمه الله تعالى مع هذا الجزء الأخير من الآية بتأكيد اختلاف أهل التأويل. إذن سيكون عندنا أقوال للمؤولين، فلننتبه إلى هذه الأقوال المختلفة. فما هي يا إمامنا أبا جعفر؟ قال: فقال بعضهم ذلك خطاب من الله تعالى ذكره لليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيام هجرته إليه، مؤنبا لهم على تضييع أحكام ما في أيديهم من التوراة
التي كانوا يقرون بحكمها، فقال الله تعالى لهم: ثم أقررتم، يعني بذلك إقرار أوائلكم وسلفكم، وأنتم تشهدون على إقراركم بأخذ الميثاق عليهم بأن لا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم، ويصدقون بأن ذلك حق من ميثاقي عليهم. إذن أبو جعفر رحمة الله عليه أشار إلى اختلاف أهل التأويل وبدأ بالتفصيل، فبين أن أول الأقوال أن هذا الخطاب خاص باليهود الذين كانوا في المدينة وما حولها إبان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل إلى المدينة، وأن هذا الخطاب لهم الخاص بهم مؤكد على أسلافهم أيضا، فهو خاص بهم تأكيدا بأنه ميثاق أخذه الله على أسلافهم من زمن موسى عليه السلام بالعناصر التسعة التي بيناها في الآيتين 83 و84، والذي بدأنا مجلسنا بالتذكير بها ولا داعي لإعادتها لأنني أعدتها قبل دقائق قليلة. هذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولذلك ساق أبو جعفر بإسناده إلى ابن عباس في قوله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، أن هذا حق من ميثاقي عليكم، الميثاق الأول الذي أخذه على يهود في زمن موسى عليه السلام يؤكده عليهم الآن في هذا الخطاب لهؤلاء الذين كانوا بين ظهراني مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، يهود بني قريظة، يهود بني النضير، يهود بني قينقاع، يهود خيبر، يهود وادي القرى، الذين كانوا في أرض الحجاز. هذا القول الأول. أما القول الثاني قال أبو جعفر: وقال آخرون بل ذلك خبر من الله جل ثناؤه عن أوائلهم، ولكنه تعالى ذكره أخرج الخبر بذلك عنهم مخرج المخاطبة على النحو الذي وصفنا في سائر الآيات التي هي نظائرها التي قد بينا تأويلها فيما مضى. وتأولوا قوله هؤلاء الآخرون: وأنتم تشهدون على معنى وأنتم شهود، أي أن هذا الميثاق الذي أقروا به في التسع واجبات عليهم التي مضت كان على أسلافهم الذين في زمن موسى عليه السلام، وأخبرنا الله تبارك وتعالى عن هذا الخبر، لكن أخرج الخبر بصيغة خطاب الحاضر، لكنه يتكلم عن شيء ماضي في الأسلاف، ولكنه أخرجه بصيغة مخاطبة الحاضر. من قال هذا القول؟ ساق أبو جعفر رحمه الله تعالى بسنده عن أبي العالية في قوله: وأنتم تشهدون وأنتم شهود. إذن عندنا قولان: قول ابن عباس
وقول أبي العالية، قول ابن عباس أنه عام في من مضى وفي من كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القول الأول. وأما القول الثاني قول أبو العالية أنه في من مضى من يهود بني إسرائيل الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام ومن بعده، وخرج هذا الخبر خروج المخاطبين الحاضرين. طبعا هنا شهود جمع إيش؟ جمع شاهد، وشاهد تجمع على ثلاثة أوجه، وأنتم تشهدون أي شهود أو شهداء أو شاهدون. شاهدون جمع مذكر سالم تجمع على شاهدون، وتجمع على شهداء جمع تكسير، على شهود جمع تكسير وعلى شهداء. ولكن كلمة شهداء كلمة مشتركة بين معنيين، بين جمع الشهود أو الشاهدون وبين الصنف الثالث من المكرمين عند رب العالمين، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الشهداء الذين في هذه اللحظات يلتقون إلى ربهم، يصطفيهم الله ويختارهم ويجتبيهم في أرض غزة العزة، من أرض فلسطين، من بلاد الشام. الآن في هذه اللحظات وأنا أكلمكم مئات من الأرواح ترتقي إلى خالقها بعدوان هؤلاء اليهود الذين كانوا ولا زالوا يهودا معتدين ملعونين، ومعهم النصارى الصليبيون في أمريكا وأوروبا وجميع دول الغرب، والمشركون من ملل أهل الأرض، والمنافقون من أهل هذه الأمة قبل سويعات قليلة في غارة واحدة قتل أكثر من 1000 في مستشفى، دمروا المستشفى على من فيه. هذا قبل سويعات ساعتين أو 3، دمروا المستشفى على من فيه، فارتقى إلى الله عز وجل في ذلك أكثر من 1000. ويتخذ منكم شهداء، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، الله مولانا ولا مولى له. فهؤلاء المجرمون كانوا ولا زالوا مجرمون. فالشهداء كلمة تأتي بمعنى الشهود، وقد تكررت في القرآن 14 مرة، شهداء بمعنى الشهود. وأما رفاق النبيين والصديقين والصالحين ممن هم أكارم هذه الأمة فقد تكررت في القرآن 4 مرات، ولأنها كلمة مشتركة تحتمل هذا وتحتمل هذا، تحتمل الشهود وتحتمل المكرمين، فتستخدم كلمة شهود أو شاهدون أو لا، لأن ما لا يقبل الاحتمال أفضل مما يقبل الاحتمال. ولذلك قالوا إذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال، فحتى لا يحتمل هذا أو يحتمل هذا نقول بالمتفق عليه. قال أبو جعفر رحمه الله تعالى على عادته بعد أن ذكر الخلاف، وقلنا أن هذين القولين قول عن ابن عباس وقول عن أبي العالية،
يريد أن يرجح الآن أبو جعفر. قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب عندي أن يكون قوله وأنتم تشهدون خبراً عن أسلافهم وداخلاً فيه المخاطبون منهم الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان قوله وإذ أخذنا ميثاقكم خبراً عن أسلافهم، وإن كان خطاباً للذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تعالى أخذ ميثاق الذين كانوا على عهد رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل على سبيل ما قد بينه لنا في كتابه، فألزم جميع من بعدهم من ذريتهم من حكم التوراة مثل الذي ألزم منه ما كان على عهد موسى منهم. إذن أبو جعفر يرجح قول ابن عباس الذي هو بمعنى أنه في أسلافهم وفي من كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا الميثاق واحد وأقروه وشهدوا به. قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: ثم أنب الذين خاطبهم بهذه الآيات، خص هؤلاء الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتأنيب، أخبر عن أسلافهم وجملهم معهم وخصهم بماذا؟ زاد عليهم التأنيب، أنبهم على نقضهم ونقض سلفهم ذلك الميثاق وتكذيبهم ما وكدوا على أنفسهم له بالوفاء من العهود بقوله ثم أقررتم وأنتم تشهدون. إذن أبو جعفر رحمه الله تعالى يرجح أن الخطاب كان للموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مخبراً عن أسلافهم ومؤكد الميثاق والعهد على الحاضرين في زمن النبوة، وزادهم تأنيباً على نقضهم ميثاق الله هم وأسلافهم. قال: فإن كان ذلك كذلك فليس لأحد أن يدعي أنه أريد بها بعض منهم دون بعض. هو الآن ينفي أن أحد أخص بهذا التأنيب وبهذا الخبر من بعض، يعني رد على أبي العالية رحمه الله تعالى. لا يجوز لأحد، ليس لأحد أن يدعي أنه خص هؤلاء الذين كانوا في زمن النبوة من يهود الحجاز عن أسلافهم الذين كانوا زمن موسى، بل كلهم مجموعون في هذا الميثاق وفي نقض هذا الميثاق، الميثاق المؤلف من 9 عناصر عددناها في الآيتين، ونقض أسلافهم ونقض الحاضرين في زمن النبوة، وطبعا الحاضرون في زماننا أيضا منهم ينقضونهم على كل الأزمان والعصور، ينقضون المواثيق والعهود. ثم عطف الآية التالية التي سنتكلم عنها في مجلس قادم إن شاء الله على الآيتين السابقتين، يعني الآية 85 معطوفة على الآية 83 84، وهذا ما يسمى عند العلماء بالوحدة الموضوعية. الوحدة الموضوعية يعني الآيات 83 84 85 يجمعها إيش؟ وحدة الموضوع، تتكلم عن موضوع واحد. ولذلك قال: وكذلك حكم الآية التي بعدها، أعني قوله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم
إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. تمام الآية 85 التي سنتكلم عنها إن شاء الله في مجلس قادم، لأنه قد ذكر لها أن أوائلهم قد كانوا يفعلون من ذلك ما كان يفعله أواخرهم الذين أدركوا عصر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قياسا على هذا، طالما أنهم أي الذين كانوا في زمن النبوة من يهود الحجاز يفعلون فعل أسلافهم من نقض العهود والمواثيق وما بين هذين العصرين وإلى يوم القيامة، كما الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم أنهم إلى يوم القيامة، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. على أي شيء يسومهم سوء العذاب؟ على نقضهم ميثاقهم من زمن موسى إلى يوم القيامة، سيبقون في نقض العهود والمواثيق. ولذلك لو كان هؤلاء الذين عاهدوهم من أبناء ملتنا منذ سنوات يعقلون مثل هذه الآيات لما عاهدوهم، ولا ما صالحوهم، ولا ما وقعوا معهم مواثيق وعهود، لأنهم من طبعهم، والله أخبر عنهم، وهذا خبر من الله لا يحتمل الكذب بوجه من الوجوه، إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب بأي سبب؟ ظلم من الله، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولا يظلم ربك أحدا، ولكن بنقضهم العهود والمواثيق من زمن ما أنزلت عليهم التوراة على موسى في زمن موسى إلى يوم القيامة. وكما أن الله عز وجل أذاقهم سوء العذاب على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك العصر، فستبقى أمة محمد تذيقهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. هذا وعد الله، لا يخلف الله وعده. أما هذه المفاهيم والخلاصة والزبدة من هذه الآيات فلخصتها في 7 نقاط. الأولى، نقل أبو جعفر تخصيص الخطاب ليهود المدينة وما حولها المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، له قول أبو العالية كما قلنا. ذكر أبو جعفر قول من قال بالعموم الخارج مخرج الخطاب للمخاطب الحاضر، قول ابن عباس. ثالثا، ساق أبو جعفر قول أبو العالية في تأوله تشهدون، يعني شاهدون أو شهود على الجمعين، وتجمع على شهداء أيضا، وقد تكررت في القرآن 14 مرة، وبمعنى رفاق النبيين والصديقين والصالحين 4 مرات. رابعا، رجح أبو جعفر القول بعموم الخطاب للأسلاف والأخلاف الذين كانوا في زمن موسى والذين كانوا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود، وإن خرج مخرج الخبر عن المخصوصين في العهد والزمن النبوي. خامسا، أكد أبو جعفر معنى العموم للسابقين واللاحقين وتأنيب اللاحقين، تخصيص اللاحقين بالتأنيب بأفعال السابقين لمتابعتهم على تلك الأفعال من النقض بالمواثيق والعهود. سادسا، نفى أبو جعفر احتمال التخصيص للمخاطبين دون أسلافهم. سابعا، ربط أبو جعفر بين معاني هذه الآية 84 والآية التالية 85. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أنتقل بكم إلى حديث من أحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم، فلا تذهبوا عنا بعيدا، وابقوا حتى نشرحه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة
في مجلس متجدد من مجالس الشرح اليسير المفهم لمختصر صحيح الإمام مسلم في مجلسنا 69 بعد 133، ولازلنا في كتاب اللباس والزينة وفي باب عذاب المصورين يوم القيامة. وأورد فيه الإمام المنذري حديثا واحدا تحت هذا الباب بسند الإمام مسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور، رسام مصور رسام، فأفتني فيها. فقال له: أدن مني، فدنا. ثم قال: أدن مني، فدنا، حتى وضع يده على رأسه، يعني صار قريبا جدا منه يلامس بدنه بدنه بحيث وضع يده على رأسه، وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. علاقة الحديث بالباب، علاقة الباب بالحديث. علاقة الحديث بالباب علاقة الكل بالبعض، فما في الباب بعض ما في الحديث. نص عذاب المصورين يوم القيامة، وهو نص مستنبط من الحديث. وأما علاقة الباب بالكتاب فهي أيضا علاقة البعض بالكل إشارة لا عبارة، لأن الكتاب كتاب اللباس والزينة، وعذاب المصورين لا من اللباس ولا من الزينة. التصوير قد يكون من الزينة، يزين الناس بالتصوير، لكن العذاب ليس من الزينة بحال. وهذا الحديث فيه أن الناس كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والأزمان التي قبلها كانوا يرسمون ويصورون. لما دخل نبينا عليه الصلاة والسلام الكعبة يوم الفتح وجد صورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يستقسم بالأزلام فيها، فطمسها وقال: صوروا شيخنا، يعني إبراهيم عليه السلام، يستقسم بالأزلام قاتلهم الله. والذي ينظر على الكهوف القديمة التي كانت قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم ينظر كيف كان الناس يصورون الصور على الكهوف وبالنقش، وكانوا أمهر في النقش والتصوير من مصوري زماننا. الذي ينظر في الكهوف وفي المقابر وفي الأهرامات وفي غيرها يعرف كم كان الناس ينشغلون بمثل هذه التصاوير، وهي محرمة عليهم ومحرمة علينا ومحرمة إلى يوم القيامة. وفي هذا الحديث أن العالم يقدم المفتي، يقدم المستفتي حتى يقربه إليه حتى يعي ما يقول له، وإلا كان جاوبه ابن عباس وهو من عن بعد وانتهى.
لكن حتى يشعره بقربه وبحنانه وبعطفه، لأنه سيتكلم عن وعيد، شيء رهيب، يريد أن يطمئنه حتى يطمئن إليه، حتى يبتعد عن هذه الكبيرة المحرمة التي ستؤذيه. وفي هذا الحديث ما أفتاه إنما ساق له دليلا قبل أن يفتيه، ساق له الدليل من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مصور في النار يجعل له، يعني يجعل الله له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وفي الحديث أن الجزاء من جنس العمل، هو صور الصورة، كل صورة تصبح نفس قائمة تعذبه في جهنم، هي لا تعذب، هو الذي يعذب بها. إذن في جهنم هناك أنفس تعذب ولا تعذب، الملائكة في جهنم يعذبون ولا يعذبون. ثم أفتاه بعد أن ساق له الدليل، أصدر له الفتوى: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس فيه، خص الشجر وعمم كل ما لا نفس فيه. ورسم الشجر شيء جميل، شفت هنا على الروضة، هذه على روضة الأطفال، ممر هكذا فيه أشجار كذا، شيء جميل، يعني سبحان الله، الله عز وجل أبدع هذا الشجر في كل ورقة، في كل غصن، في كل عرق، آية من آيات الله تبارك وتعالى. فإذا كان لابد، إما الشجر، يعني أنا الآن في الخلفية وخلفي أشاهد هذا الشجر الذي خلفي، سبحان الله أستبشر به كل يوم حين، وكذلك حوض السمك، هذه الأسماك التي خلفي أستبشر بها وأفرح بها، أشعر بالحياة تدب. السمك هذا عاقل، أعقل من كثير من الناس، في صلاة المغرب والعشاء يكون نائم، وفي الفجر يكون مستيقظ، سبحان الله. فأفتاه، وفي هذا دليل واضح أنه يجوز سياقة الدليل قبل الفتية، لأن الدليل بحد ذاته فتية لمن عقلها، لكن ابن عباس ساق الدليل ثم ساق الفتية بناء على هذا الدليل، مستنبطا الحكم من الدليل الذي ساقه. فيمكن أن تتكلم في المسألة ثم تستدل عليها، ويمكن أن تأتي بالدليل ثم تتكلم في المسألة، وكل ذلك من صنيع السلف. أسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم فيما سمعنا وفيما قرأنا، وإلى أن نلقاكم في مجلس قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونترحم على شهداء غزة العزة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل قتلاهم شهداء، وأن يشفي مرضاهم، وأن يجاوي جرحاهم، وأن ينجي المستضعفين من المسلمين والمؤمنين في غزة فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين، وأن يهلك يهود كما أهلك عادا وثمود، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.